تتوجه أنظار العالم إلى مدينة سان بطرسبرغ التاريخية في روسيا لمتابعة واحدة من أهم القمم التي تخص مستقبل العلاقات الإفريقية الروسية، التقنيات والأمن لما فيه خير الإنسان. عنوان قمة روسيا إفريقيا في نسختها الثانية التي تجرى بحضور عدد من الزعماء الأفارقة ورؤساء الحكومات. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال كلمته في افتتاحية القمة أكد أن العلاقات التجارية مع البلدان الإفريقية شهدت نمواً، وزاد معدل مبيعات السلع بنسبة 35% تقريباً على الرغم من الوباء والعقوبات التي يفرضها الغرب. بوتين تحدث عن توقعه باتخاذ قرار انضمام الاتحاد الإفريقي إلى مجموعة الدول العشرين في القمة المقبلة بالهند، قائلاً إن الغرب وضع العراقيل أمام صادرات الحبوب الروسية، لعل العلاقات المصرية الروسية كانت حاضرة بقوة على جدول أعمال القمة، وقد بدأت بمباحثات ثنائية بين الرئيسين المصري والروسي. أوضح خلالها الرئيس الروسي أن مصر تتصدر أكثر من ثلث الاستثمارات الروسية في إفريقيا، وأنه يتطلع لمزيد من التعاون. الرئيس الروسي قال إن إفريقيا تقدم نفسها بثقة متزايدة شريكاً مهماً في عالم يموء بالتعددية القطبية، إذ تأتي القمة في وقت يفرض فيه الغرب عقوبات على روسيا التي علقت بدورها صفقة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود جراء الحرب في أوكرانيا. فهل يمكن أن تتمخض انفراجة عن هذه القمة؟ تفرض واقعاً جديداً أكثر تفاؤلاً بشأن أزمة الغذاء العالمية؟